مكان عبد الله الزوري. تغييرين في الأظهرة في الجانبين. ضربة البداية في شوط المباراة الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي محدثكم أحمد خالد النفيسة. الكلاسيكو في شوط المباراة الثاني يبدأ بتغييرين في الجانبين. ففي الزعيم عبد الله الزوري يخرج الظهير الأيسر، لكن هذه عمل الآن اتحادي. محمد قاسم يلعب كرة، جول جول، أوه محمد قاسم، بداية، الله أكبر، الله أكبر عليك العميد، الله أكبر عليك الاتحاد، الله على اللعبة السريعة، على الكرة الخاطفة، على الهجمة الاتحادية. هدف اتحادي مع البداية، هدف اتحادي. شوف الكرة، الشاب الجديد، الورقة الجديدة، وهوبا لمسة، وهوبا خطفة، وهوبا هداف، وهوبا جول. الاتحاد سرقها سرق من عرضية الشاب الجديد الظهير الأيسر. لا تدور ظهير أيسر للاتحاد، لا تتفاوض مع أحد. رد الزعيم، رد الكبير، وصلي جنون يا الزعيم. الله يا الأزرق، الله يا الأزرق، الله يا الزعيم، الله يا الأزرق، الله يا الزعيم. المتزعم يتكلم، المتزعم يتكلم. عادي هذا الهلال، عادي هذا البطل، عادي هذا المسيطر، عادي هذا صاحب الحصرية، عادي هذا الزعيم. آسيا تتكلم، بطولات السعودية تتكلم، الهلال يتكلم. ووزلي براسه يقول شوف الهلال، شوف الأزرق. الاثنين يبونها، الاتي الاتيان، عبد الفتاح يمر، يدخل بشكل ممتاز. محمد القرني محور آخر. خميس العويران قادم في تشكيلة فريق الهلال. غلطة من ماجد، واختار، وش تختار يا الله. اليوم يقدم مباراة كبيرة، أفضل ما قدم مباراة الاتحاد والشباب، قدم مع شباب مباراة كبيرة. فهد المولد، 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 الله الله يا لتي، الله يا لتي. والتحركات الآن هلالية. محمد القرني، الشلهوب يلعبها، سلم، الله 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 الله. الزعيم ياسر الشهراني يلعب الكرة، عرضية، اعتراض على لمسة، ما في قرار. خليل جلال وش يقول؟ ما يقول شيء. يقول ضربة زاوية للهلال. خليل جلال يمتص الهدوء للاعبين، وضربة زاوية الآن. شوف الكرة، ياسر الشهراني ثابتة مو ثابتة. القانون يقول إذا تحركت اليد باتجاه الكرة أو خلفهم. أوزيتي باولا صاحب قدم قوية، يمنى لكنها قوية. سعد الحارثة، الله عليك يا سعد. سعد الحارثي صاحب التاريخ الكبير مع المنتخب السعودي، تصفيات كأس العالم 2006. أسامة أو سعود كريري لموديس يصنع الكرة، تأتي راسية عبد الرحمن الغامدي، الله الشاب يلعب الكرة. لكن على فكرة هذا الموسم سعد الحارثي فرصة كبيرة لسعد الآن. يلعب الكرة، تمريرة هلالية بمكان ممتاز. سالم الدوسري، سالم يراوغ، هدف الأهلي. أوه، على طريقة هدف الأهلي، لكن ما مرر، خير المراوغة، وهو أبو المراوغة، هو صاحب المراوغات. ما في تسلل، كاسر أسامة المولد كاسر. راوغ هنا بشكل ممتاز. الاتحاديون على أن يكون أحمد فريدي المعوض للأسطورة محمد نور. مرعوب الآن محمد قاسم، يمر الشاب، جول شباب يا اتحاد، روعة يا اتحاد، جمال يا اتحاد، إبداع يا اتحاد، كبير يا اتحاد. النمور الشباب بشبابه. محمد قاسم كملها جديد ثاني. عبد الرحمن الغامدي ضربهم بالشباب، ضربهم
لهم بالأسماء الجديدة: محمد قاسم، عبد الرحمن الغامدي. النمور الجديدة، النمور الجديدة مع الثالث الاتحادي. سوى هدير الجمهور عمل اتحادي لفهد المولد. صافرة وخطأ، صافرة وخطأ. يتجلى الاتي، يتجلى الاتي. الامكانات كأوهو اصفر ثاني، احمر سالم الدوسري. اصفر ثاني، احمر سالم الدوسري. الهلال بعشر لاعبين وانتهت التغييرات الهلالية. سالم الدوسري النجم يخرج بالبطاقة الصفراء الثانية، وما بعد الصفراء إلا الحمراء. أوقف فهد المولد. كان الهلال بإجهاده بغياباته، الهلال بظروفه أو الاتحاد بظروفه وغياباته، بغياب نجومه. كل ذلك حدث، وكل هذه الغيابات وظروف الجانبين إلا أنهم قدموا لوحة جميلة جدا للكرة السعودية. أوزي دي باولا يتابع الكرة صافرة خليل جلال. نجح الاتي، نجح الاتي في الشوط الأول، ويتبقى الشوط الثاني في الرياض. الاتحاد 3، الهلال 2. إذا كان هذا المشهد اتحادياً.